السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليكوك، معكم مريم بركات. اليوم سوف أقدم لكم مكرون فرنسي بالشوكولاتة. قدمت سابقا مكرون بعدة نكهات بالمانجو، أيضا مكرون بشكل قوس قزح. أريتكم طريقة بالمرانج فرنسية، طريقة بالمرانج إيطالية، وأيضا قدمت لكم طريقة طهو في فرن الغاز وكذلك في الفرن الكهربائي العادي. يعني وجاء دور المكرون بالشوكولاتة، هو شهي جدا، من أفضل أنواع المكرون. سوف نستخدم هنا المرانج الإيطالية. نحتاج إلى بودرة اللوز 150 غرام، 150 غرام من السكر الخشن، و150 غرام من السكر الناعم. وسوف نحتاج إلى بودرة الكاكاو المر، أؤكد المر، يعني 30 غرام، ليست المحلات. ونحتاج إلى بياض البيض 100 غرام، تقريبا 3 بيضات، لكن يفضل في المكرونة أن نزن المقادير يعني بالميزان. والبيض يجب أن يكون في حرارة الغرفة، وأن نفصله عن الصفار 2 أيام قبل أو 3 أيام قبل استخدامه. أول شيء سوف نطحن جميع المكونات الجافة، فقط السكر الناعم وبودرة اللوز والكاكاو. هذا تسمى مرحلة تسمى التون بورتون، حتى نحصل يعني على مكرون أملس، يعني يكون وجهه أملس. بعد ذلك سوف أنخل جميع المكونات. هذه المرحلة مهمة جدا يعني في المكرونة، لا نغفل عليها. أحصل على هذا الخليط، ثم أبدأ بمرحلة التكوين يعني أو تشكيل المكرونة، عفوا المرانج الإيطالية. سوف أضع السكر مع الماء على النار، وأبدأ في خفق البيض يعني ببطء. بعد ذلك سوف أرفع يعني السرعة تدريجيا. هذا المقطع من فيديو آخر نفس طريقة تحضير المرانج الإيطالية. إذا لم يتوفر ترمومتر يجب أن يصل إلى 120 درجة، 118، 118 و120 ما بينهما. هنا أضع يدي في الماء البارد، ثم يجب أن تتكون هنا يعني كرية. ما إن تتكون باللورة أو كرية صغيرة يعني أن السيرو أو الشراب يعني أصبح جاهز. بعد ذلك سوف أصبه، تلاحظون خليط البيض بدأ يعني تماسك، أصبه على جانب الإناء، لا أصبه على البيض، فقط في الجانب ببطء يعني على شكل شريط، هكذا في جانب الإناء شريط متصل لكي لا يطهى البيض. وهنا أرفع من سرعة الطراب الكهربائي، وأتركه هنا مدة يعني 10 دقائق، يعني حتى يصبح يعني يصبح في حرارة الغرفة. هنا يكون الخليط ساخن، يصبح في حرارة الغرفة، يأخذ تقريبا 10 دقائق من الخفق المستمر على سرعة عالية، من 8 إلى 10 دقائق على حسب قدرة الطراب. تلاحظون نحصل على منقار طائر أو البيك دوازو، تلاحظون مثل الشكل منقار طائر، هي متماسكة بشكل جيد. وهنا عفوا أضعت مقطع يعني المكرونة، وهو من أهم يعني المقاطع يعني في المكرونة، لذلك استعرت مقطع من فيديو آخر لعملية المكرونة، يعني خليط الجاف مع المرانج، يعني تقريبا هي نفس العملية يعني نفس الطريقة، لكن للأسف أضعت الفيديو لهذه الوصفة. سوف أريكم هنا في فيديو آخر. يعني نصب الخليط نفس الشيء، وأخلط هنا حتى يعني لا تبقى تظهر يعني بودرة الكاكاو، عفوا يعني بودرة اللوز مع بودرة الكاكاو مع السكر الناعم. بعد ذلك سوف نبدأ يعني عملية المكروناج، وهي أن أضرب يعني الخليط هكذا على جوانب الإناء. وهنا نكون حذرين لأننا لا نريد أن نخلط يعني أكثر من اللازم، يعني سوف يصبح الخليط سائل، يعني وكما تعلمون لن تتكون تلك الطبقة البارزة تسمى الكولغيت أو الطوق، ولو نريد يعني أن نخلط أقل من اللازم. هنا سوف نقوم بتجربة كما في الغريبة، نقوم بتجربة يعني قبل وضع الخليط في الصينية ولا ينبسط أو ينبسط بشكل كبير. هنا أخلط خلطتين وأجرب. سوف أضع القليل هنا من الخليط في الملعقة، وإذا انبسطت يعني جيد، يعني بعد 4 ثواني 5 ثواني تلاحظون لم تنبسط، يعني ما زالت تحتاج إلى القليل من المكروناج يعني للتحريك. سوف أستمر في التحريك فقط 3 مرات، مرتين وأتوقف. تلاحظون الشريط يجب أن ينزل الشريط يعني بشكل يعني ثقيل نوعا ما، ليس بشكل خفيف. تلاحظون هي بدأت يعني في الانبساط، تلاحظون يعني تأخذ فقط 4 دقائق، عفوا 4 ثواني، يعني أن الخليط أصبح جيد. سأتوقف يعني لن أقوم بالخلط لمدة يعني أطول، يعني هذه أهم مرحلة يعني في المكرون، لا نريد أن نخلط أكثر من اللازم أو أقل من اللازم.
وضعوها في جيب حلواني، فرجعنا هنا إلى الخليط الأصلي. أستخدم هنا سيلبات، استخدم السيلبات أو ورق الزبدة أو الورق يعني السيليكون، أي شيء يصلح في المكرون. في الفيديوهات السابقة سوف ترون أني استخدمت جميع أنواع يعني الصينيات أو الأشياء. بعدك هنا سوف أقوم بالتخلص من أي غازات، أضغط جيدا وألف ألف وأضغط جيدا، وأبدأ في وضع الحبات على الصينية. كما قلت استخدم أي شيء. بالنسبة للدوائر، هذه السيلبات تحتوي على هذه الدوائر المرسومة. يمكنكم أن تضعوا ورقة، إما ترسموا أنتم دوائر أو تطبعوها من الإنترنت. توجد أوراق خاصة بالمكرون تطبعوها يعني مجانا وتضعوها أسفل ورق الزبدة وتظهر لكم من تلك الدوائر فقط، يعني تعطي شكل يعني متناسق للدوائر المكرون. وأبدأ هكذا في تشكيل كريات واحدة جنب الأخرى. كما قلت استخدم ورق الزبدة، ورق سيليكون، سيلبات، أي شيء يصلح في المكرون، يعني عن تجربة شخصية. بعد ذلك سوف أضرب هنا الصينية من 5 إلى 10 مرات حتى تنبسط، يعني لا تنبسط تماما، لكن مع الضرب هكذا لن تبدو ظاهرة تلك يعني مثل الحبة هكذا في الوسط، يعني تكون مزعجة بالنسبة للمكرونة، لا تعطي منظر جميل. أبقى أضرب الصينية، لن يحدث أي شيء، فقط ستحدث ضوضاء. بعد ذلك سوف أتركه ليجف، يعني هذه مرحلة مهمة، يجب أن نترك تسمى المرحلة الكوتاج. أتركه ليجف من 30 دقيقة إلى 45 دقيقة، أخذ أكثر لا مشكلة، دعوه حتى يجف عن مكان لا توجد فيه الرطوبة. في الحال الساخن لا مشكلة، لكن في الحال البارد أبعدوه عن المكان الذي فيه البرودة. بالنسبة لطريقة الطهو في فرن الغاز سوف تجدون الوصفة على الرابط الذي يظهر أمامكم الآن، ليس الوصفة لكن الفيديو الذي توجد فيه الطريقة. وأنا أستخدم فرن عادي لا يحتوي على مروحة، لكن الحيلة هنا أنكم سوف تفتحون الفرن تقريبا كل 5 دقائق، أنا أتفقده كل يعني في 10 دقائق أتفقد الفرن، لكن لمزيد من الاحتياط افتحوا الفرن كل 5 دقائق وأغلقوه بسرعة حتى تخرج يعني يخرج ذلك الرطوبة التي توجد داخل الفرن. أما الفرن يعني بمروحة لا مشكلة، يعني لا تفتحه لا مشكل. تلاحظون يعني ملساء من الفوق الكروت أو تلك الطبقة تسمى التاج أو الكولغيت، يعني مستوية، يعني ليست منبسطة إلى الخارج. إذا انبسطت إلى الخارج يعني أنكم يعني قمتم بعملية المكروناج مدة طويلة، وإذا كان السطح غير مستوي يعني أنكم يعني لم تخلطوا بشكل كافي. تلاحظون تكون مطهية يعني من أسفل، وهذا هو شكلها. أحشوها هنا بالغناش الشوكولاتة السوداء، تتوالم معها بشكل رهيب، يعني تجدون الوصفة على الرابط الذي يظهر أمامكم الآن. الشوكولات المكرون بالشوكولاتة هو من ألد أنواع الشوكولاتة، من ألد أنواع عفوا المكرون، لذيذ جدا وشهي. أضع هنا حشو يعني بكمية كبيرة عكس المخابز يضعون فقط يعني كمية بسيطة من الحشو. ويفضل يعني أن تستهلكوا المكرون يوم يعني بعد يعني هكذا عملية التركيب. وهذا هو شكله، تخرج يعني أضغط قليلا حتى يخرج الحشو إلى الخارج. عندما نتركه 24 ساعة يعني تختلط، لن تبقى تلك الطبقة السفلية، هي تختلط مع الطبقة الأخرى ولا يبقى تظهر، يبقى يظهر فقط الحشو وتعطي مذاق جميل جدا. هنا أغلق جميع الحبات الأخرى، لست أنا من يغلق، هذه ابنتي من تغلق حبات المكرون. وأتركه في الثلاجة، إذا كانت لديكم كمية كبيرة تتركه في مجمد دون مشاكل، يعني أنا أتركه في المجمد وتخرجه 2 ساعة يعني قبل موعد استهلاكه، وفي الثلاجة يبقى مدة يعني أسبوع يعني صالح للاستهلاك. أتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم وأن تجربوها. لا تنسوا أن تزوروا موقع القناة وهو www.clickup.com وأن تضغطوا على زر لايك إذا أعجبتكم الوصفة. أشكر متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله.